ورجعنا لكم متابعينا، ولانه يوم الطفوله العالمي طبعا كان لازم انه احنا نتكلم في عن العنف والضرب ضد الاطفال، لانه موضوع جدا مهم. في هذا اليوم كان ضروري انه احنا نخصص فقره كامله من برنامجنا للتكلم عن هذا الموضوع، لان تفهم طفولتهم والتعامل معهم بلغه الحوار شيء جدا مهم بالنسبه لاطفال اليوم في سلوكهم. هذا الشيء طبعا بيوجه سلوكهم لسلوك جيد، لان اطفال اليوم اطفالنا جدا اذكياء، وما ينفع نتعامل معاهم بطريقه عكس هذه الطريقه. فعلا الاسرار، وهذا السبب اللي كان وراء مبادره لا تمدها للحمايه من الضرب، وهذا كان نتاج تعاون بين شباب واعي وبرنامج الامان الاسري الوطني اللي نستضيف اليوم مديرته الاقليميه دكتور في الغربيه دكتوره ساره سراج عابد، وصاحب الفكره دكتور محمد حنيف. يا هلا فيكم، نورتونا. اهلا وسهلا بك. بدايه حنتوجه بالسؤال لدكتوره ساره ونسالك اكثر، ممكن تعرفينا عن بدايه اهتمامات برنامج الامان الاسري الوطني؟ طيب، طبعا برنامج الامان الاسري الوطني انشئ بامر سامي في يوم 18 نوفمبر عام 2005 ميلاديه، وهدف ورساله البرنامج الاساسيه انه نعزز فكره بيئه اسريه امنه، فهذا يشمل طبعا اكيد الاطفال. ومن القيم الاساسيه عندنا في البرنامج اللي هي وحده الاسره، لأنه نؤمن أنه وحدة الأسرة هي وحدة المجتمع. صحيح. فكان في من إنجازات ومشاريع البرنامج كثير أشياء لها علاقة بالطفولة. أول شيء إنشاء فرق حماية للطفل في القطاعات الصحية. في دحين الحمد لله حول المملكة أكثر من 45 مركز صحي، مراكز صحية فيها فريق حماية للطفل. برضو إنشاء خط مساندة الطفل، وهو الرقم الموحد المجاني 116111، يستقبل كل المكالمات من الأطفال ومن ذوي الرعاية إذا فيها أي أسئلة أو استفسارات من ناحية العنف ضد الأطفال أو أي شيء له علاقة بنمو الأطفال ونمائهم. ممتاز، ممتاز. لكن دكتورة سارة، هل العنف ضد الأطفال اليوم هي مشكلة محددة في مجتمعنا؟ أكيد طبعا لا، لأنه هذه مشكلة عالمية، يعني ما نقدر احنا نحددها او نظلم مجتمعنا ونقول هي بس موجوده في المجتمع. عنف ضد الاطفال والاهمال يعني مشكله عالميه، ما لها علاقه بمجتمع معين ولا طبقه معينه ولا حتى دين معين. فهي مشكله عالميه، حتى بدليل ذلك انه كثير دول انشات قرارات وقوانين ضد العنف ضد الاطفال، ومنها صحيح. احنا الحمد لله. صحيح. صحيح. طيب ننتقل للدكتور محمد، ابغى اعرف منك اكثر، كيف بدات هذه الحمله وكيف قدرت تكسب ثقه اللي هي برنامج اللي هي نسيت الاسم فجاه. لا تمدها. صحيح، لا تمدها قدامك. اكيد. طبعا الفكرة ورغبتي في العمل في هذا المجال اللي هو منع العنف ضد الأطفال ناتج عن تأثري بقصة زوجتي نسيبة، تعرضت للعنف خلال طفولتها وحتى مرحلة متقدمة من عمرها. هذا الشيء أثر علي وخلاني أبغى أشتغل في هذا المجال. طبعا طلعت للولايات المتحدة الأمريكية في برنامج للطلبة القياديين عشان يعطوني مهارات في كيف اطور مهاراتي في انشاء المشاريع والمبادرات، ورجعت هنا متحمس. لما رجعت عرفت الدكتور وسام ابو زناده اللي هو العميد المشارك في كليه الطب عندنا، وهو انسان جدا متحمس ويحب يشجع الطلاب والشباب ومبادراتهم. عرفني على الدكتوره ساره عابد المديره الاقليمي للبرنامج، وقريت عن البرنامج وايش بيعملوا. قدمت لها الفكره وعجبتها جدا، دعمتني ووصلتني الدكتوره مها المنيف. الدكتوره مها المنيف ايضا شجعتني وعجبتها الفكره. حلو. وكذلك الاميره عادله بنت عبد الله، انا تشرفت اني تقابلت معها وقدمت لها الفكره. جميل. وايضا ناسبتها تماما. كلهم رحبوا بالفكره الحمد لله. صحيح. لكن دكتور محمد، هل منحتك الدراسيه اللي حصلت عليها في عام 2015 صحيح. هل اثرت في تصورك اليوم؟ نعم، جعلتني إنسان أكثر إيجابية لاتجاه مجتمعي، لأني لما كنت هناك شفت نماذج من المشاكل اللي يعاني منها المجتمع الأمريكي، وكيف بتتعامل مجتمعات المجتمع مؤسسات المجتمع المدني كيف بتتعامل مع هذه المشاكل، وكيف الشباب بيصنعوا مبادرات لرفع الوعي للتغيير. وبالتالي هذا الشيء ألهمني جدا وأعطاني الأدوات والتدريب اللازم أني أرجع وأعمل فكرة مشروع وأنفذ الحمد لله. صح. حلو. طيب ننتقل دكتورة سارة، بأعرف ما هو نوع الدعم اللي ممكن تقدموه، يعني زي مثلا مبادرة لا تمدها؟
طيب الحمد لله احنا دحين عندنا مثال اللي يعني مع الدكتور محمد حنيف، يعني هذا مثال حي ودوبنا في الحملة هذه. فاحنا عندنا كل المبادرات وكل الحملات التوعوية ترى مبادرات شبابية. صحيح. فنفس الدعم الحمد لله اللي قدمناه الدكتور محمد حنيف، هو ما شاء الله عليه زي ما قال لكم جاء متحمس وعنده روح قيادية ومخلص جدا في عمله ما شاء الله. صحيح. عليه. فاحنا نتبنى افكار الشباب وخصوصا اذا كانت في نفس هدف البرنامج، نشوف ناخذ افكارهم، ندعمهم بانه احنا نعطيهم المواد العلميه المحتوى العلمي اغلب الوقت، نساعدهم ب في نفس الوقت طبعا اي امور لوجستيه الموافقات وتطبيق البرنامج بنساعدهم فيه. فكل حملات البرنامج الحمد لله على مدى السنين اللي فاتت كلها عندنا مبادرات شبابيه. حلو. طيب خلونا نتابع المقطع اللي صور خصيصا لنشر الوعي في حملة لا تمدها قبل ما نكمل حوارنا معاكم. مشاهدينا خلونا نروح نشوف هذا التقرير ونستكمل بعده حوارنا مع ضيوفنا. في كل يوم في كثير من بيوتنا بيحصل شيء خطير. خطير 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 خطير. بيمس أطفالنا، أولادنا، مستقبلنا وحياتنا. بيمس بلدنا وأمننا. الناس تحسبه شيء طبيعي وعادي. ولدك ما يحل الواجب تعطيه كفين، ما تسمع كلامك تخبطيها ترميها باللي قدامك. قالبين البيت ومسوين فوضى، علقة جماعية للجميع. ويوم ما تفقد أعصابك الموضوع ممكن يتطور. آخر دراسة تمت في المملكة وجدت أنه 50% من الأطفال تعرضوا لعنف جسدي جسيم. إيش الرسالة اللي بنوصلها لأولادنا بالضرب؟ أنه العنف عادي ومقبول، واللي يسوي شيء ما يعجبني أمد يدي عليه. نيتك قد تكون حسنة، لكن حتى الضرب الخفيف ممكن يحطم شخصية ابنك، يخليه ما يثق فيك ويحس بالحقد ويخليه خايف منك. يسويها من وراك، ترى والله يعملها من وراك، ثقته في نفسه حتنخفض ويصير عنيف ويكون أكثر عرضة للاضطرابات النفسية. حيكبر ويطبق الدروس على أولاده وعلى مرته ويرد لك الجميل عشان اتعود وتعلم إنه هذا الصح، فيزيد العنف في المجتمع وتزيد الاضطرابات السلوكية والنفسية. ورجعنا لكم متابعينا مستكملين حوارنا في هذه الفقرة عن العنف ضد الأطفال مع الدكتور محمد ودكتورة سارة. أرحب فيكم مرة ثانية. أكيد دكتور محمد خليني أبدأ معك، طبعا كان لكم تواجد على الأرض يعني كمان، فخليني أتكلم أكثر عن الفعاليات اللي قدمتوها. الفعالية الرئيسية اللي قدمناها هي أنه في شباب متطوع من الأطباء من جامعة الملك سعود الصحية ومن مستشفى الحرس الوطني. هذول الشباب قدموا رسالة من القلب للقلب. وقفوا الأباء وقالوا لهم هل أنت بتضرب أطفالك؟ هل أنت ضربت قبل كده؟ طب إيش إحساسك وأنت تضرب طفلك؟ وبدأوا معهم الحوار من هذه الجهة. وجدنا تعاطف وتفهم كبير من الأباء للرسالة إحنا بنقدمها. وجدنا أنه أغلب الأباء في الحقيقة هم بيشعروا بالذنب وهم بيعملوا هذا الشيء ويبغوا يتغيروا وعندهم دافع جيد أنهم يتغيروا، بس يبغوا مننا الدعم والتوجيه، يبغوا مساعدة في كيفية التعامل مع ضغوطات الحياة، كيف التعامل مع انفعالاتي. فسعدوا جدا بالمادة اللي قدمناها والأغلبية موافقين أنه يبدأوا يتغيروا، وهذا شيء كان جدا مبشر وخلانا نشعر فعلا بالسعادة والإنجاز إن إحنا قدمنا شيء ممكن يخلق جيل أفضل. صحيح. دكتور محمد حنيف ودكتورة سارة سراج عابد، شكرا لكم على مجهوداتكم، يعني موضوع أكثر من رائع ونتمنى لكم النجاح. شكرا.